الثقافية الرباب والكمان في أمسية فنية خاصة بفرقة The Boston Boys الأمريكية، أمسية في الرباط نجحت في خلق خطوط مشتركة مغربية أمريكية فنيا. جليلة بن فتان في روبورتاج محمد الريشي. إيقاعات موسيقية مستوحاة من فن الجاز الروك والراب ممزوجة بإيقاعات موسيقية مغربية تفنن في عزفها أعضاء فرقة The Boston Boys الأمريكية وفنانون مغاربة وصلات غنائية أبرزت الغنى والتنوع الثقافي بين البلدين. احنا في هذه المناسبة حاولنا نبينوا بعض الآلات المغربية كالوتار كالرباب مع الأستاذ فلان، فهما جاو باش يعني لهم معنا الموسيقى ديالنا وحنا لهم معنا موسيقتهم، وهذا هو يعني المزج بين ثقافتين عبر الموسيقى. حاولنا ندخلوا لهم يعني انهم يغنيوا معنا احواش، يغنوا معنا بالشلحه، يحاولوا نديروا المزج بين 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 الموسيقى ديالهم الثقافيه يعني الثقافه ديالهم كما كنقولوا الكونتري ميوزيك. حاولنا ندخلنا الرباب واحد المزج ومع الاستاذ ميري بالاله ديالو ديال اللوتار. The Boston Boys فرقة رباعية تميز كل عضو من أعضائها بأسلوب موسيقي يختلف بين القديم والجديد ويعتمد على المزج بين الأصوات المتباينة والألحان الصوتية الرقيقة لخلق نوع موسيقي خاص. يعتبر الأمريكيون الموسيقى الغربية الأمريكية طبيعية، وهذا السبب هو الذي جعلنا نحضر للمغرب هذه السنة. وجدنا أن هناك علاقة بينها وبين بعض الأنماط الموسيقية المغربية، الأمر الذي يجسد الانفتاح الثقافي المغربي. The whole culture in Morocco is very open. نديروا واحد حفلة موسيقية أمام الناس مفتوحة لجميع الناس ويكون فابور، ونحن فرحان بزاف باش نكونوا واحد كولابوريشن بين الأمريكيون والمغاربة. هي الزيارة الثانية لهذه الفرقة بالمغرب بعد السنة الماضية، وقصد إيصال فنهم إلى جمهور أوسع. ستحيي فرقة The Boston Boys بعد الرباط سهرات بمدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، تيزنيت وتارودانت.